الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله. مصابيح الدجى صلاة من يومنا هذا إلى أن يبعث الناس إلى لقاء الله يوم غدا. أحبتي في الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذه الأوقات بل في هذه الأزمنة الكل يبحث عن شيء ويظن أنه مفقود ولكنه موجود، ألا وهو السعادة. فالبعض يظن أن السعادة في المال، والبعض يقول أن السعادة الحقيقية تكمن في الزواج أو الارتباط بمن يحب، والبعض لا ينظر إلى السعادة إلا أن يرزق بذرية صالحة، والبعض ينظر لها في المنصب. ولكن ما هي السعادة؟ وأين توجد السعادة؟ وما هي الأسباب التي توصلنا إلى السعادة؟ السعادة هي بهجة حالية إذا كانت سعادة مزيفة، أما السعادة الحقة فهي الشعور بالرضا التام والطمأنينة القلبية وراحة البال وحسن الظن أن ما عند الله خير مما عند الناس في أي شيء يكون. فالذي يقول إن السعادة تكمن في المال فأقوله هذه سعادة مزيفة، والدليل على ذلك أن كثير من الأغنياء والأثرياء في هذا العصر يموتون بالانتحار مع أنهم يملكون المال. والبعض يقول إن السعادة تكمن في الزواج، ولكن في ظل هذه الظروف أو هذه الأيام خاصة لا أظن أن أحدا يقول ذلك بعد هذه الحوادث. وقبلها فإن الزواج مبني على المودة، والسعادة تكمن في أمر موجود في الزواج وليس في الزواج نفسه. والسعادة الذي يذكر أن السعادة موجودة في الذرية، أقول له كثير من الأبناء جلبوا على آبائهم ولآبائهم الشقاوة وليس السعادة. والذي يكمن أن السعادة في المنصب أو يذكر أن السعادة تكون في المنصب، أقول هذا خطأ، فصاحب المنصب يحفظه ويحاول جاهدا ويتعب نفسه لكي يحافظ عليه، ولكن أين السعادة؟ السعادة تكمن في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة في المعية مع الله، أن تكون دائما تستند إلى ركن شديد ألا وهو الله، لا تكمن في المال كما ذكرنا، ولا في الزوجة ولا في الذرية. طب إيه هي أسباب السعادة؟ وما ولماذا الجميع إلا ما رحم ربي يشعر أن السعادة شيء غير موجود، ليس له وجود، والناس تعيش في ضنق. أسباب السعادة كما قلنا أن نتعامل مع قضاء الله وقدره بالرضا والقبول، وهذا يكون عن يقين، عن يقين وليس عن شك أو ظن. ونضرب بذلك مثال بالتعامل مع قضاء الله وقدره بالرضا والقبول. قضاء الله عز وجل وقدره، نفترض أن قضاء الله وقدره موجود في شنطة، فوضع الإنسان يده في هذه الحقيبة أو هذه الشنطة واستخرج منها فوجد كرة صغيرة ولكنها من الذهب. هذه الكرة هي قضاء الله وقدره، ففرح بها في أول أمره، ثم قال في نفسه لو أنني نظرت ودققت ما في الحقيبة لوجدت ما هو خير، فيضع يده في الحقيبة مرة أخرى
فإذا وضع يده فوجد قرة أكبر منها قبل أن يستخرجها، ففرح وابتهج، ولكنه عندما أخرجها وجد القرة من فضة، فقال لا لا، هذا ليس قضائي وقدري. فوضع يده مرة ثالثة في الحقيبة وقال سأرضى، ولكن يعني أجد، لعلي أجد أفضل منها. فوضع يده وتلمس فوجد قرة أعظم منها، فابتهج في نفسه وأخرج القرة فوجدها من النحاس. ثم وضع يده فوجد آخر كرة في الشنطة وهي أكبر من التي سبقتها، فأخرجها من الحقيبة فوجدها من حديد، فعلم أن قضاء الله وقدره الذي خرج له أولا هو الخير له، فوجد في نفسه السعادة. هذه هي السعادة، ألا وهي التعامل مع قضاء الله وقدره بالرضا والقبول. ثاني سبب من أسباب السعادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أسباب السعادة. إذا مررت بقوم وألقيت عليه وألقيت عليهم السلام أخذوا منك الرغبة، وابتعدت من قلوبهم الرهبة، وظنوا فيك خيرا، ولكن عدم إفشاء السلام أو عدم رد السلام على من يلقي عليك السلام يجعله يشعر بشيء في قلبه كأنه يخشى منك شيئا. الأمر الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم إن الإنسان حين يصبح وحين يمسي إذا قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، ركز في قوله إلا كان حقا على الله أن يرضيه. طيب يا عم الشيخ أنا بقول الكلام ده كتير جدا، بس برضو أنت تقول هذا الدعاء ولكنك تتغافل عن معناه، لا تذكر هذا الدعاء بقلبك، لا تذكره بيقين في نفسك. الأصل فيه أن تستشعره، أن تقوله وأنت في مكنون نفسك موقن به، تعلم أنك راض بقضاء الله بل راض عن الله، وكل ما يأتي به الله لك تعلم أنه هو الخير، وراض بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير لك. هذا هو معنى الرضا، حتى تتحقق فيك الآية رضي الله عنهم ورضوا عن الرضا. أين؟ طيب والحاجات اللي بتحصل ده والناس مش حاسة ليه؟ مش حاسة ليه بالسعادة حتى ظنوا أنها شيء لا وجود له؟ لماذا؟ لأن الناس قد أعرضوا عن الله، ابتعدوا عن طريق الله، ظنوا أن الحياة أفضل في البعد عن الله، مع أن الله قد قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وخذ كلمة ضنكا وحط تحتها ألف خط، هذه العيشة. إياك أن تظن أن السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد زخرا، وتقوى الله خير الزاد زخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد زخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.